ها خالد يا اخوي، شو الوصف هذا اللي وصفت انت؟ انا وصلت قرب الحدود، هي شارع فاضي، لا شفت لا بيوت ولا مزارع. اقول لك جدا اليمين يبل، اي وجدا اليسار شبج. قدام يعني اتقدم. يلا 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 قدم. يلا شوف. الحين بينت البيوت عدل. شوفيك ضرسي عورني ملتهب. اتصلي فبوك خليه يوديك المستشفى. اتصلت له وايد ما يرد علي. انزين شو نسوي يعني؟ ناخذ تاكسي ونسي المستشفى؟ امي حليها، انا وايد تعبانه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. صلاة الجنازة يرحمكم الله. لا إله إلا الله. بسم الله. لا إله إلا الله. استوب. الله أكبر. اشهد ان لا اله الا الله. حي حي. اشهد ان لا اله الا الله. سبحان الله، حي. هو ميت ميت وحي. شو هذا؟ سلامتك سلامتك. ايش بك؟ ان شاء الله ما بشي ولا شي. الله يرضى عليك يا اخوي، ساعدني وركبني وياك. ايش فيك كذا يا اخي؟ ايش بك ترجف؟
اشبك كذا تنتفض؟ الله يرحم والدك يا اخوي، ابغى توصل بيتي. اوصلك بيتك؟ كيف اوصلك بيتك؟ ايش عرفنا انت قاتل ولا مجرم؟ ولكن اسمع، وقف هنا وانا اشتي اتفحص السياره حقك واقزع جاي لك هنا. اسمع، سبحان الله، حي حي، سبحانك يا رب، حي ميت، لا ميت بس حي. وابوي وابوي حي. لا خلاص خلاص يا مام، قادرة اتحمل. ألف مرة قايلت لأبوك يوم يظهر ما يغلق تليفونه. زين دخيلك، ذكر جارنا خليه يوصلنا. يا الله يا الله، الحين صدقك وقت اليران. يا اخوي انا الليل وانت جالس تدور على السياره. ما فيش حاجه، ما فيش حاجه سيارتك، الوضع كله والحاجه فيك انت. اشتي اعرف ايش قصتك، قل لي. تكفى الله خليك، طلعني من هذا المكان وانا بقول لك عن قصتي. اسمع، لا تورطني، جني قزع بك من هنا لا هناك، او انزل عن سيارتي. أرجوك تكفى يا أخوي، طلعني من هذا المكان، حرك وخلي الجني مكانك، حرك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أشتي أعرف نهاية قصتك يا ابن الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا خرجنا من المكان، هيا قل لي ايش حكايتك. والله والله لا ارميك هنا وامشي واقزع. لا لا تقزع، انت تبغى تعرف السالفه؟ اي نعم. الله يسلمك، شفت ميت حي. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع، نعم. اشتي انصحك نصيحه لوجه الله. نعم. الصنف حقك هذا تغيره لانه مضروب. كيف حي ميت يا اخوي؟ من حبيت تصدق زين، ما حبيت ولا كيفك؟ اسمع يا خبيري، انا مو بخبيري، انا عامر. اسمع يا عامر. نعم. اسمعني. نعم. اذا تشتي اوصلك الى بيتك. هي. ها هي. قل لي ايش حكايتك، انا ما اشتي يعني اتحمل جرم معاك هذا كذا يعني. يا هي. اي جرم بارك الله فيك، اي جرم. انا اقول لك شفت ميت حي، استغفر الله العظيم، بسم الله، حي ميت، حي ميت. لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكررها مرة ثانية. أنت شارب؟ أنا لحي أقول أنا عطشان، أبغي ماء إذا شيء. لا حول ولا قوة، أنت تتعاطى؟ والله إذا أعطاني واحد شيء خير يعني ما أرده. لا حول ولا قوة إلا بالله، تشتي أوصلك الشرطة؟ يا راجل المكان ما تبغي ودني، المهم إن طلعني من هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايش قصة الزوج هذا؟ ايش اللي أخروه؟ الله يهديك يا يحيى، الله يهديك. الو يحيى، فينك؟ حي ولا ميت؟ انا ميت حي. اسمعي، اذا جيت اشوف البيت اقول لك ايش الحكاية. هيا مع السلامة. أكمل لك السالفة. اسمعني، إذا كنت تهرب متسللي أبلغ عنك، وإذا كنت
مروج مخدرات أبلغ عنك، لكن إذا كان حشيش ما أبلغ عنك. إيش رأيك؟ أنا رأي أخوي أنت متفيج وقلبك بارد. أنت لو تحط يدك على قلبي يدق يا أخوي، أنت ما تصدق. أنا أقول لك شفت ميت حي، ميت حي. أنا أقول لك أنك تغير صنفك من الشيشة إلى الدخان. هذا الكلام. هذا لف يمين، هذا الشارع، هذا الشارع من هنا. أيوة من هنا. ما شاء الله ما شاء الله. أنت ساكن هنا؟ أنت ساكن هنا. هذا رجل غريب الأطواء، لا قال لي يشرب القهوة ولا قال لي يشرب الشاي ولا قال لي شكرا، حتى مع السلامة ما قالها. أعوذ بالله. شبوه وي لحفوني وغطوني وبند الأبواب ولا تخلون حد يجيني حتى لو تيدتكم. وي بلا بسم الله عليك، شو مستوي؟ شو فيك؟ لا انتوا لحفوني وبندوا الدرايش وبندوا الليتات. لا الليتات خلوهم ظلام بيستوي علي. وي عقب انزين نوديك المستشفى؟ اي مستشفى تودوني المستشفى الحين، بيرمسوني الدخاتر. انا ما ابغى حد يرمسني وابوي. لا تبى حد يرمس ولا تبى ترمس حد، بس خبرني شو السالفه، شو مستوي؟ حي وميت وميت وحي وميت وابوي. شو عني؟ اي انتم بدي شغلين كنديشن؟ شغلين كنديشن؟ لا لا ما ها؟ لا ما ادري. بنبدل بتبندونه. انتم صابين علي ماء بارد؟ ما حار وي وي. حشره لا تسوي حشره، حشره مع الناس عيد. وي بسم الله عليك بسم الله عليك. يتراهوا لي قدامي، يتراهوا لي قدامي. منو هو؟ وي الحي الميت، الميت الحي. ما بش بعدين خبرني ايش القصه اللي قلتها لي بالقوال. حي ميت، ايش القصه؟ يوم الاحد وانا في طريقي بالصدف قابلت واحد. انت قاعد تغني ولا ايش؟ صدقيني يا حمده انه يعني واحد مجنون ركب معي ويقول لي انه صلى على جنازه في جماعه، وان الجنازه يقول لك انه يعني حي وميت، والجنازه يقول لك انه يدي له قبلات. ايش يعني ميت حي؟ هذا لغز ولا ايش؟ والله اني زيك مانيش فاهم حاجه. وانت كل ما لقيت واحد في الطريق شليته معاك. يا يحيى الناس كلهم ما هم طيبين، فيهم الطيب وفيهم الخايب، شلقني. اسمع القصه هذه يا حمده. في سالف العصر والاوان كان في واحد يعني على خيله الاصيل ويمشي في البر، فحصل واحد يعني ظميان من العطش والتعب فسقاه، فمن التعب ركبوه على الخيل حقه فاتالوا اللجام. فلما استلم اللجام هرب بالحصان، فصاحب الخيل قال له لحظة وقف. فوقف والتفت له وقال له أرجوك رجاء أنك ما تخبر حد بالفعل اللي فعلتها. قال له ليش؟ قال لي أنه أخاف يعني ينقطع الخير بين الناس، فيعني أتردد السارق على فعلته فرجع. فأرجع الخير لصاحبه واستسمح منه، فهذا يعني خير ما ينقطع من الناس، افهميني. رغم أني ما فهمت حاجة، لكن متى بتشلني عند أهلي لليمن؟ مشتاقة كثير. وعلشان اليوم الأحد أبغاك تغني لي أغنية يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد أشتي أرقص عليها للصبح. أبشري وتخلصني من خيالاتك المجنونة. اسمعي أطربني. يوم الأحد في طريقي بالصدف قابلت واحد رايش بهذا الأغنية خطيرة. أكملها.
ما مات بسم الله عليك. ما مات شو فيك؟ لا رقت ولا خليتنا نرقد. شو مستوي؟ شو بلا؟ بسم الله عليك. قوم ادخل ارقد في الغرفة. روح اجيب لك ماي. ما مات قوري. قوم يرقد الحين يا ذل الفير. خلي قوم يتوضى ويصلي له ركعتين. ما مات. بسم الله عليك قومي ابوك. قومي خلي فلوس. تعال تعال بسم الله عليك. تعال عني مني بسم الله عليك. بوسات؟ هي هذا اللي استوى. كان اقوم اركب سيارتي واطيح في الافره. قلت لك يا ابوي لا تشوف افلام رعب. اكذب على شيء يعني انا؟ اقول لعامر الا سيارتك وين؟ في الافره. والمزرعه شو صار فيها؟ انا وين وهذه وين؟ انا اقول سيارتي في الافره وهي تقول المزرعه. انا سلمت ما مت. انزين لا تعصب. تفداك المزرعة وبالمزرعة. يا ربي تصير هذه الحين مايا. الحين انت تعبان وين تبى تصير؟ وصل ريال وصل. مزرعتي ما ابغيها حتى لو يعطيني اياها بلاش. ما ابغيها. بخلي وصلني اركب تاكسي واخذ سيارتي. عامر لا عمر عليش عدوه. ما تبان اسير وياك؟ لا انت تمون. قلبي محروقة في قلبي ضربني ماس في قلبي ضربني ماس في قلب حرفوا هذا سيارة وين نزلت؟ هناك أظني هذاك المكان. أظني هناك. إيه أنا بسي بشرب ماء وبي. إيش جابوا هذا اليوم؟ السلام عليكم. عرفتني؟ ايه عرفتك. المجرم يدور حول الجريمة. ما تقول لي انك امس ما تشتي طلع السيارة حقك. يا اخوي شو خصك انت؟ بارك الله فيك عود بالله. اشتي اساعدك. لا خلاص ما ابغى مساعد. مستور احسن. شبو هذا؟
اكلمك، الله يخليك ابغى اكلمك، ابغى اكلمك انزل شوي. حرام عليك، شو تبغي انت؟ ما ميت. الله يخليك ابغى اكلمك، انا ابغى اكلمك يا ريال. ما بفاتح، بسم الله الرحمن الرحيم. انزل يا ريال. لا ايش سويت بالسياره حقي؟ كسرت السياره. ايش بك؟ الله يخليك، اقنعه خليه ينزل. انا ابغى اعتذر منه، ما ابغى شيء. طيب لحظه ابعد هنا. بس كلمه الله يخليك. طيب ابعد هنا، ابعد. لحظه اسمعني، اسمع، ما راح يجيك شيء انت في وجهي، في وجهي، في وجهي. انزل انزل انزل، والله ما حيجيك حاجه ابدا. انزل انزل. ايش بك؟ هذا اللي قلت لك عنه، هذا ميت الحياه. كيف يعني؟ الله يخليك، الله يخليك، خليه ده وانا بقول لكم شو السالفه. يا اخي قول الحكايه من دون ما يهدى. ان شاء الله ان شاء الله. انا عيني حاره. عينك حارة؟ كيف يعني؟ عيني حارة حارة، كل ما أشوف شيء طال عمرك يطيح، طير طاير في السماء، طاح ابن آدم يمشي على الأرض، طاح سيارة تمشي بطيح، عيني حارة. يعني أنت تظل الناس، لكن أيش دخل هذا فاللي حصل؟ اللي حصل طال عمرك إن إخواني وربعي جايبيني يصلون علي صلاة الميت علشان عيني تبرد مثل ما تدري، لكن ناظرت الشخص الغريب الطيب هذا بين ربعي واخواني، قمت اشوفه واشر له بعيني، وصار اللي صار. عاد بيني وبينك انا تلومت منه وشفت اليوم وقلت ابغى اعتذر منه، هذا اللي صار. ايش تقول؟ الله يغربلك ان شاء الله. غربليتني، بردت الماي في بطني. يعني انت الان عينك بارده؟ الحمد لله حين بخير، عيني بارده طال عمرك، بردا وسلام. سامحني، الله يرحم والدك، سامحني. الله يخليك، سامحني. الله ياخذك ان شاء الله. سامحني يا ريال، اللي صار. سامحتك كثير. سلام. ايه سياركم اللي طايحه هاي في الحفر كذا بيطلع من الحفره ولا كانهم طايحات. قل لي صلوا عليك صلاة الجنازة عشان تبرد عينك. قلعوا عينك، قطعوا لسانك، قطعوا أصابعك، قصوا راسك. مع أن عينه حارة الولد هذا، لكن يدخل القلب. ما مات.